ده النخل المجدولة. كان محصوله مواصفات الثمرة كويسة في جو ده اللي هتفصل الحجم ده. تعال حوالي 10 ما شاء الله. ها بمربع سنين مصطفى ربيع يلف على المزرعة عشان ده دي بذرة كانت واقعة. دي البذرة ولا شمس؟ ده شال كله ده الشال. بذرة 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 صح؟ اه سبحان الله انبتها عالي. بص بقول لك سبحان الله بقول لك الساعة 6:30 تيجي هنا لمصطفى ربيع ما شاء الله ما شاء الله. المية هنا 550. متحمل 550 ممتازة تتشرب. وخد بالك تربة الواحات يعني شبه ده بالظبط، شبه التربة دي تمام. فعندكم الأرض هنا ما شاء الله على شهر يعني شهرين هنا الفصل أو شهرين شهر ونص ثلاثة هتبدأ تتغير. اه دي فسائل انت فاصلها ايه؟ ايه؟ وزارعها امتى؟ اشتغلت؟ حولت من صحراء جرداء إلى جنة خضراء. عمرها 4 سنين يا باشمهندس سام؟ 4 سنين؟ مجهود يشكر. 8 في 8 دي ولا؟ صحراء جرداء حولت لجنة خضراء. لا سيجة نباتية ولا ماشي كده؟ ماشي أي حاجة. ده فدة؟ زراعتكم بشرب بابا رجليدي هنا حوالين كل نخلة 3 4 عيدان رجليدي. اتفرج عليه تمام. مش بس شو عم من غير فلوس يا هندسة مطلوب تصدير. شوف الحجم ده يا باشمهندس حجمه قد ايه وكان طرح. لا 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 دي طفرة طفرة صح؟ تعال يا باشا
وسط. ايه؟ وسط. تروي بتروي هنا كم ساعة في اليوم يا باشمهندس؟ والله يا دكتور كم ساعة؟ 5 ساعات. 4 ساعات للتحويلة؟ اه. مرتين في الأسبوع. وفي الصيف؟ في الصيف 3 مرات في الأسبوع. كم ساعة؟ النقاط ده كم لتر؟ لا ده جي ار. جي ار؟ 2 لتر. 2 لتر للساعة؟ حاطط 4 نقاطات على قد ايه؟ لا 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 حاطط 20. 20 نقاط لل 40 لتر في الساعة. 40 لتر في 5 ساعات يعني 200 لتر. للنخلة في 200 400 لتر في الأسبوع. طيب. معدل عالي شوية صح؟ حلو. لا كويس. طيب التسميد سم ده ولا فترة دي بسمي فسفور أكثر حاجة في اليومين دول يعني فسفور ومغنيسيوم شوية ماشي وبوتاسيوم برضه عشان الإجهاد أنا أحط بوتاسيوم برضه عشان السقعة حط خدمة شتوية وظبط الأمور الله ينور يعني هو ميزة النخل الأنسجة إنه بيبقى في سيمترية بينه وبين بعض لا بس برضه الحته ديت انت مرقعينه ولا هو اللي كده؟ لا لا هو كان في مشاكل من الاول بدا يتعافى خد بالك بقى ممكن ترجع للتربه والميه كميه الميه وحاجات كتير بتاثر برضه وممكن يحصل طفره يعني حاجه زي دي طفره دي بيحصل طفور في الشتلات زراعه الانسجه لف لقيت الورق الجديد يظهر كويس طيب ماشي هو ده ظهر معك امتى بدأت تظهر معك لفحة من كم سنة زراعة طيب في شجر كان ضعيف كده وتحسن منه اه طبعا ان شاء الله هنا فوق 20 فسيلة حوالين النخل اللي هناك ده مجدول برضه تيجي نبص بصة هنا ونمشي ماشي براحتك انا معاك كل حاجة الله يبارك لا لا مش الله يعينك ايوه بعض الصور تعال بدا الورق جديد ايش؟ يلا بينا انطارحة يلا الله يصلح حالك يا شيخ يلا يلا نشرب شاي يلا ماشي هركب ازاي بقى؟ جاي اسهل من الرجعة اه ايه؟